تخصصية قلت لي ان مارسيل كولر انت قريت من الاول وحسيت انه الراجل عنده حاجه وهينجح حتى لو كانت البدايه ممكن ما تبقاش جيده. وسوريو مدرب الزمالك حاسس انه هينجح مع نادي الزمالك لو استمر مع نادي الزمالك؟ آه هو ده احساسي. م شوف كل الناس بتنتقده في الشكل الجديد في طريقه اللعب. انا بالعكس مبسوط ان الراجل بيحاول ينفذ حاجه. م لو وفرت له ال 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 الادوات اللي هو محتاجها اللي اللي تنفذ له فكره اعتقد هينجح والسي في بتاعه بيقول كده يعني فانا اعتقد انه مدرب كويس انا على فكره بشكل عام بيعجبني قوي المدرب الهادي ودي على فكره من ضمن الع... في عالم التدريب ودي دراسات احنا خدناها المدرب اللي بيقف على الخط ده ويشوح ويزعق ده اسف في اللفظ يقول لك مدرب هجاص يعني لإن ده مش مركز مع الفرقة. أيه. لكن اللي يقف على الخط ويعمل كده هو مدرب الناشئين، لأن الناشئ محتاج تعليم. صحيح. الكبير ده أنت مش هتعلمه. صحيح. فأنت قاعد وتسيب المدرب العام يقف، ولما تحتاج تنقل معلومة معينة بنفسك بتقوم تقولها وترجع. لما ترجع وأنت قاعد يبقى تركيزك عالي جدا على ال 11 أو ال 22 لعيب الفرقتين، صحيح. لكن طول ما أنت واقف على الخط تزعق. يقول لك ده حماسي ومش حماسي ده كل ده مش موجود في علم التدريب. طيب عايز اروح لنقطه مهمه تانية. وانت موجود في الاتحاد مدير رياضي لنادي الاتحاد اكيد كان بيجي لك تليفونات من اصدقاء في الاهلي، اصدقاء في الزمالك، انا عارف ان انت علاقتك جيده من ناحيتين طيب. سواء النادي الاهلي او الزمالك. اتسال على مين في الاتحاد؟ يعني يقول لك كابتن محمد الراجل ده احنا عانينا عليه، مش بقول مفاوضات او تعاقدات او حاجه، بس كانوا معجبين مين بمين في في الاتحاد. السنه دي ولا السنادي. قديم؟ السنه دي او قديم يعني مين كلمك في التليفون وقال لك والله احنا عاجبنا اللعيب ده كويس هنبص عليه ما مش مفاوضات ولا تفاوض انا مش هعبيك من حرج اي اتفاقات بس مين من اللعيبه كانوا مبسوطين منه؟ هو آه لا انا اتسالت مش على حد في الاتحاد آه. يعني ما مش مش هيجرؤوا يقولوا لي آه. عن عندكم ناخد فلان او ما كده مش هو ناخد هو يقول لك احنا عاجبنا فلان آه لكن اتسالت على حمدي فتحي آه. لان انا كنت مدرب ده منهور آه. وحمدي فتحي كان عندي وكان تحت السن على فكره واعتقد وائل جمعه كان وقتها مدير كوره او حاجه زي كده سالني قلت آه. له ولد كويس جدا ومكسب وصغير آه. تحت السن لكن عندنا في نادي الاتحاد لا ما ما اتسالتش خالص يعني ما له ما حدش كلمك عليه من الاهلي والزمالك لا 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 اطلاقا خالص اتلغب. لان مم. هو معلوماتي آه. آه. ان نادي الاتحاد حتى لو فكر يبيع مابولولو مش باش. هيبقى جوه مصر عشان في فرق بره فرق مصر عشان يبقى في قيمه اعلى يعني ده لو جيب. فكروا يعني